احنا هنا في قناة الاهلي ماشيين في خطين متوازيين، ماشيين في خط البطولات اللي النادي الاهلي بيشارك فيها بنديها حقها، وفي نفس الوقت بنتكلم على موضوع لائحة النادي الاهلي الخاصه وموضوع اللائحه الاسترشاديه. ولكن يبدو ان البعض مش شايف غير ان دلوقتي مشكله النادي الاهلي الرئيسيه هي اللائحه، وان النادي الاهلي فيه غلطات و و و وكلام مش كده خالص. النادي الاهلي لما بيجي يعمل حاجه غير اي نادي تاني وغير اي مؤسسه تانيه. لماذا؟ لان النادي الاهلي لما بيجي ياخد او يصدر لائحه او بيان او قرار، فريق الكوره، فريق الباسكت، في اي مجال من مجالات النادي الاهلي حتى الثقافيه، ما بياخدش الموضوع كده اعتباطا، بيعمل الموضوع بشكل احترافي. يعني ايه بشكل احترافي؟ بيجيب، بنعمل كده زي ورشه عمل، الناس اللي فاهمه في هذا الشان بيبتدي يبقى فيه ورك جروب، يبقى فيه شغل جماعي عشان نوصل للاخر للمضمون، المضمون اللي هو الهدف. الهدف هو للنادي الاهلي دايما يبقى في صداره الانديه، يبقى متصدر اي بطوله بيلعب فيها، لانه قدر النادي الاهلي هو الزعامه. ده قدر النادي الاهلي هو الزعامه، والزعامه لا تاتي من فراغ، بل تاتي من عمل، تاتي من دراسه، تاتي من اسباب كثيره جدا، منها الاجتهاد والعمل والدراسه. والرياضه اصبحت علم واقتصاد. فالنادي الاهلي حينما يصدر بيانا او يصدر اي لائحه بيجيب اهل الخبره واهل المعرفه. وده ما حدث مع المهندس محمود طاهر رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والساده اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي حينما اجتمع بالمستشار رجاء عطيه عشان موضوع البت في موضوع لائحه النادي الاهلي الخاصه. النادي الاهلي وهو لسه بيدرس ابتدت الاقاويل تطلع. ابتدت الاقاويل تطلع ان في اقصاء وبند الثمان سنوات و و و وهو لسه بيدرس، عكس من اصدر اللائحه. يعني من اصدر اللائحه لم يدرس الامر. هو ده اللي بيفرق، عشان كده النادي الاهلي متفوق. عشان كده النادي الاهلي ما شاء الله نادي القرن. عشان كده النادي الاهلي نادي عالمي، عشان بيدرس قبل ما بياخد اي خطوه، وهذا هو ما تم. وبيطلع المستشار رجاء عطيه بيقول ان في اجتماعه مع المهندس محمود طاهر ومجلس اداره النادي الاهلي لم يكن هناك اي اجبار على اي شيء، بل تفهم واقتنع الى رؤيته، ورؤيته ان بند الثمان سنوات منافي للقانون. فعشان كده مجلس اداره النادي الاهلي تسل لرؤيه هذا الراجل، لانه فقيه في مكانه، وهو ده، هي دي الاداره الصح، ان كل واحد يكون فاهم في مكانه يبتدي يتكلم فيه وياخد فرصته، لان النادي الاهلي ما بيستشيرش، يعني لا يستشير اي احد. ادي البيان اللي طلعه السيد رجاء عطيه على مواقع التواصل الاجتماعي، ان سيأني بعض المجاملات الاعلاميه، المعالجات الاعلاميه تجاوزت معاني بياني واخطات تاويل بعضه لتشن هجوما غير منصف على مجلس اداره النادي الاهلي، وقد سأني ذلك كثيرا، والانصاف يقتضيني أن أسجل أن المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والسيد عماد وحيد تعامل معي باحترام وتقدير بالغ، وأشهد أنهما محبان حقيقان للنادي الأهلي، ولم تصدر من عن أي منهما الصورة البغيضة التي صورتها بعض القنوات الإعلامية. وهو ده، إحنا هنا بندافع على النادي الأهلي، النادي الأهلي ككيان، ورئيس النادي الأهلي هو رئيس كيان اللي كلنا بنفتخر بيه، واللي كلنا بيكون عندنا فخر فقط انك تكون ليك اي علاقه بالنادي الاهلي. فرئيس مجلس اداره النادي الاهلي لما بيجي يبت في اي موضوع، خاصه موضوع اللوائح، بيستشير الناس اللي عندها خبره واللي عندها معرفه. فلسه النادي الاهلي يوم السبت هيبقى فيه مؤتمر صحفي، اعتقد في ظهر يوم السبت هيبتدي يتحدث فيه باستفاضه عن ما توصل اليه مجلس اداره النادي الاهلي بشان اللائحه الاسترشاديه. استاذ احمد، اعتقد ان لسه النادي الاهلي بيدرس، لسه بيظبط اموره، بيحدد النقاط اللي هو عايز يحطها في لائحته لكي يناقشها مع جمعياته العموميه. مش هتكون يعني خلاص هي ما اصدرتش كقانون واعتمدت، لا، ده احنا لسه هنناقشها، ويبتدي التيار الهجومي ان حاطين كذا عشان اقصاء لكذا او 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 شايف يعني الكلام حتى اللي طالع من قيمة زي المستشار رجاء عطية بهذا الشكل، أعتقد أن الهجوم كان عنيف. بالتأكيد، وفي النهاية احنا لما يعني نتكلم عن حاجة زي كده، من يحكم في النادي الأهلي؟ من يحكم في أي كيان بشكل عام؟
جماهير عموميه، الجمهور يعني زي الشعب كده في الدول، هو الشعب هو اللي بيقرر، فالجماعه العموميه هي اللي هتقرر وهي اللي هتحكم. ده يعني حتى لو كان في مآخذ على اي بنود او اي اشياء وضعت في اللائحه، في النهايه الجماعه العموميه هتحكم. تاني شيء، اعتقد ان لو صار لغط حوالين حاجات معينه، ماذا لو خرج البيان الرسمي او الحديث الرسمي بحاجات مش موجوده فيه او بحاجات تناقضها؟ اعتقد هنا فانتظار الامر الرسمي، وبعد ما يصدر بيان رسمي الكل من حقه ينتقد، والكل من حقه يعقب، والكل من حقه يقول البند ده فيه كذا والبند ده فيه كذا. النادي الاهلي فيه ميزه مهمه جدا جدا، مش عايز اقول مش موجوده في مصر عموما مع احترام لكل الانديه، انه على مدار تاريخه نادرا جدا 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 ما يحدث بين تراشق او صراعات بين اطراف متنافسه، سواء في انتخابات شفنا لما انتهت الانتخابات الاخيره، رغم ان كانت فيها منافسه شديده جدا جدا، خرجت كل قيم ورموز النادي الاهلي يقولوا ان في رئيس للنادي الاهلي، حتى المنافسين اللي هو رئيس كان النادي الاهلي وهو رئيس كل يعني كل الاهلاويه اعضاء ورموز وخلافه. فدي قيمه وميزه مهمه جدا جدا موجوده في النادي الاهلي، اعتقد مهما حدث لا الاطراف الموجوده في الاهلي او اللي مش موجوده، سواء صناع القرار او حتى اللي خارج اسوار النادي الاهلي اداريا مش خارج اسواره، لان رموز النادي الاهلي كلهم جوه النادي الاهلي حتى لو مش في مناصب رسميه، اعتقد عمرهم ما هينزلقوا ليها ابدا يعني. طب ليه بنفتعل المشاكل؟ ليه بنصطنع اشياء بعيده تماما عن الواقع؟ انت قلت كلمه في مقدمتك، هو ده قدر النادي الاهلي. هو قدر النادي الاهلي ان هو القيمه الاكبر في الرياضه المصريه، في الرياضه العربيه، في الرياضه الافريقيه، هو النادي الاكثر جماهيريه، هو النادي الاكثر الاقوى تاريخا، فطبيعي جدا جدا ان كل تفصيله تخص النادي الاهلي هو قدر انه يثار حواليها لغط ويكون في العيون دايما كلها عليها. فانا شايف ان ده يعني قدر النادي الاهلي حتى لو في شيء من السلبيه يعني.